السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله يا شطار، بعد ما شرحنا الدرس الأول اللي هو بيتكلم عن الكسور العشرية حتى الجزء من ألف، نبدأ نلم لك جميع الأسئلة المتوقعة، بحيث إن طفلك يبقى متدرب على الأسئلة اللي هتجي له في الامتحان، يعني هيخش الامتحان بإذن الله وهو مطمن ومعاه الأسئلة. تمام يا مستر؟ طيب نبدأ في الامتحان رقم واحد على الدرس الأول. أول سؤال اللي هو الإختر بيقول لك إيه يا شاطر؟ بيسألك عن الرقم الموجود في خانة الجزء من ألف، يبقى يسألك عن الرقم نفسه، اسم إيه الموجود في خانة الجزء من ألف في العدد ده. قلنا بنبدأ عد يا مستر، أو بنعرف الأجزاء من الصحاح من عند العلامة، كل بداياتي من عند العلامة. طالما طالب في الأجزاء نمشي يمين، نمشي في اتجاه إيد اليمين. طيب نبدأ جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، يبقى في الجزء من 1000 اسم إيه الرقم نفسه بكام؟ اسمه 4. لكن لو قال لك قيمة الرقم نفسه، قيمته وليس الرقم نفسه، نختار 4 من إيه؟ من 1000. لا، هو طالب الرقم نفسه. تمام؟ طيب نيجي للسؤال رقم 2، بيقول لك أكمل 1 صحيح و712 جزء من 1000 تساوي 1712 على الكام؟ ركز يا شاطر. هنبص آخر حاجة وصلت لها في الأجزاء مين؟ والله يا مستر أديلك جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، آخر حاجة وصلت لها جزء من 1000، يبقى المقام هيكون كام؟ هيكون 1000، هيكون كام؟ 1000، يعني نختار الاختيار رقم جي. تمام؟ طب لو آخر حاجة وصلت لها جزء من 100، يبقى المقام يكون 100، لو آخر حاجة وصلت لها جزء من 10، يبقى المقام يكون 10. طيب في أي مما يأتي يكون الرقم الموجود بخانة الجزء من 1000 هو 9؟ طب تعال نحدد من عند العلامة، طالما أجزاء نمشي يمين ونشوف التسعة وين في الجزء من 1000. هدي لك العلامة، طول ما طالب في الأجزاء نمشي يمين، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، فعلا يا مستر ده التسعة موجودة فيه في الجزء من مين؟ في الألف، يبقى نختار ده. لكن ركز، هدي العلامة، طالب أجزاء نمشي يمين، جزء من 10، جزء من 100، مفيش أصلا جزء من 1000. طب هنا جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، الجزء من 1000 هنا كام؟ 5، ما تنفعش، هو طالب 9. نيجي هنا، طالما طالب أجزاء نمشي يمين، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 1000 5، لكن هو طالب مين؟ 9، يبقى نختار الاختيار رقم 1 وندخل على سؤال الأكمل. يلا بينا مع بعض يا شطار. ونبدأ يا شطار مع بعض في سؤال الأكمل، لأن السؤال ده مهم وكتير بيتكرر في الامتحانات وبسيط، يعني حرام إن أنت تضيع منك درجته في الامتحان. تمام؟ ركز معايا. هنا بيقول لك حول لي الصورة الكسرية دي اللي في صورة بسط المقام لعدد عشري أو كسر عشري، يعني في علامة عشرية. ركز معايا. قال لي بكل بساطة بنكتب البسط زي ما هو اللي هو 15 أهو. طالما عندك 100 في المقام، يعني عاوز رقمين بعد العلامة، كم رقم بعد العلامة؟ رقمين. أديلك 1 2، ونحط العلامة ونحط الصفر بتاع العلامة، يبقى 15 جزء من كام؟ جزء من 100، لأن آخر حاجة وصلت لها الجزء من 100. طيب نكتب البسط زي ما هو، 3 2 4، 324. طالما عندك 1000 في المقام، يعني عاوز 3 أرقام بعد العلامة، أديلك رقم 2 3، ونحط العلامة ونحط مين؟ ونضع الصفر. أنا شطار. طيب 7 على 10، نكتب البسط زي ما هو اللي هو 7. طيب عندك 10 في المقام، يعني عاوز رقم 1 بعد العلامة، والحمد لله الرقم موجود، يبقى نضع العلامة ونضع مين؟ الصفر. ده بكل بساطة الصورة الكسرية نحولها لعدد 10 أو كسر 10. ندخل هنا بيحكس، مديك العدد العشر أو الكسر العشر، وبيقول لك حول لي صورة كسرية بسط ومقام. افهم فهم. أول حاجة البسط بنكتب فيه الرقم من غير العلامة، الرقم من غير العلامة 2 1 7 من غير العلامة أول. وركز معي آخر حاجة وصلت لها جزء من 100، يبقى حط لي 100 في المقام، فالحمد لله هو واضحها من غير ما نعمل إيه نضحها. يبقى هنا نكتب الرقم بدون العلامة 0 3 7 5، والصفر على الشمال ماليش هي قيمة، أوعى تكتب العلامة. وآخر حاجة وصلت لها إيه يا شاطر؟ الجزء من 1000، فهو وضع لك 1000 في المقام. طيب كمان مثال، نكتب العدد 5 2 7 بدون علامة، أهو كاتب، ركز دي فاصلة مش علامة، آخر حاجة وصلت لها مين؟ الجزء من 1000، صح؟ يبقى نضع كام في المقام؟ نضع 1000. ليه يا مستر وضحت 1000؟ لأن آخر حاجة وصلت لها مين؟ الجزء من 1000. وده كان سؤال أكمل مهم اتدربنا عليه، وندخل نتدرب على سؤال برضه مهم لازم تكون فاهم. تمام؟ يلا بينا مع بعض.
وركز معايا يا شاطر في السؤال اللي جاي، لان سؤال مهم. هنحاول نعمل لك زوم على الكتاب، بس ركز معايا لان والله فعلا السؤال ده مهم. هحاول اعمل لك زوم في الكاميرا لو قدرت. طيب، بيقول لك مثل الكسور العشريه الاتيه مستخدما النماذج. مديك النماذج ومديك كسر 10 الجزء الصحيح بتاعه بصفر. تمام، مديك في الجزء من 10 7، مديك في الجزء من 10 كام؟ 7. دايما الجزء من 10 يا شاطر اللي هو 7 ده بالمثل بالمستطيلات الكبيره، المستطيلات اللي واقفه دي. يبقى انا عاوز 7 مستطيلات، يبقى الجزء من 10 بالمثل ب7 مستطيلات. 1 2 3 4 5 6 7، يبقى نلون 7 مستطيلات لفوق. تمام، الواقفين. يبقى كده يا مستر دايما الجزء من 10 بالمثل بمستطيل واقف. اما في الجزء من 100 8، صح ولا لا؟ طب طالما في الجزء من 100 يا شاطر 8 بالمثل بدلاله مربعات، الجزء من 100 بدلاله مربعات، يبقى انا عاوز 8 مربعات. ادي لك 1 2 3 4 5 6 7 واخيرا 8. 8 مربعات. اما الخمسه اللي هي في الجزء من 1000 يا شاطر بنمثلها بدلاله مستطيلات الفنه خالص. يلا انا عاوز كم مستطيل الفنه؟ 5. ادي لك 1 2 3 4 5، يبقى كده مثلتهم مستطيلات ارفعنا. طيب بالنسبه للسؤال اللي بعده، ركز معايا. مديك 500 جزء من 1000. طالما انا عندي في الجزء من 10 5، يبقى انا عاوز 5 مستطيلات من اللي واقفه. 1 2 3 4 5، ونلون الخمسه الواقفين دول. انت الرجاله مشطب. تمام، يبقى تلون 5 مستطيلات. معلش الرجاله مشطب. تمام، فانت عليك تلون 5 مستطيلات من اللي واقف. 1 2 3 4 5. طب بالنسبه للجزء من 100 صفر، يبقى مش هنعمل مربعات، والجزء من 1000 صفر، مش هنعمل مستطيلات صغننه خالص. تمام، وبكده يكون خلصنا السؤال الثالث، وندخل على السؤال الرابع. ونبدا يا مستر نكمل اخر شيء في الامتحان، بحيث ان احنا نقفل ايه؟ نقفل الدرس من بدايته لنهايته. مديك هنا شويه صيغ لفظيه، عاوز منك الصيغه القياسيه، وبعد ما تطلع الصيغه القياسيه تطلع لي الجزء من 10 والجزء من 100 والجزء من 1000. بص معايا، بيقول لك 27 جزء من 100. اخر حاجه وصلنا لها ايه يا مستر؟ الجزء من 100. اخر حاجه وصلنا لها ايه؟ الجزء من 100. انا عاوز كم رقم بعد العلامه؟ عاوز رقمين. ادي لك 1 2. طب نكتب ايه الرقمين؟ 27، نيجي في الجزء من 100 نكتب 27 في الاجزاء. لو سألك هنا الجزء من 10 كام؟ بنعد بعد العلامة، الجزء من 10 بعد العلامة 2. طب الجزء من 100 السبعة، ثاني رقم بعد العلامة. طب رقم ثالث رقم بعد العلامة اللي هو الجزء من 1000، هل موجود يا مستر؟ لا، يبقى نستبدل بيه بصفر. 125 جزء من 1000، يبقى آخر حاجة وصلها الجزء من 1000، يعني عاوز كم رقم بعد العلامة؟ عاوز 3، 1 2 3. كام يا مستر؟ 125، نكتب 125، 125. و20. تمام يا مستر. طيب بالنسبة للجزء من 10، الأجزاء دايما يمين العلامة، بنبدأ من بعد العلامة. ده أول حاجة، الجزء من 10 1. طب الجزء من 100 2. طب الجزء من 1000 5. طب 9 أجزاء من 100، يبقى آخر الجزء من 100. طالما جزء من 100، يبقى عاوز رقمين بعد العلامة. أدي لك 1 2. 9 أجزاء من 100، نيجي في الجزء من 100 ونكتب 9. طب والجزء من 10؟ مفيش حاجة، ده صفر. يبقى الجزء من 10 صفر، الجزء من 100 ب 9، والجزء من 1000 مش موجود صفر. طيب اخر حاجه وصلت لها ايه؟ بيقول لك 4 أجزاء من 10 و 9 أجزاء من 100، يبقى اخر حاجه وصلت لها الجزء من 100، يبقى عاوز شرطتين بعد العلامه. ونكتب في الجزء من 10 كام؟ 4. طب وفي الجزء من 100 نكتب 9، بس كده. يبقى الجزء من 10 4، والجزء من 100 9، والجزء من 1000 مش موجود. طيب 269 جزء من 1000، يبقى آخر حاجة جزء من 1000، يبقى بعد العلامة كام هي؟ 3 أرقام. 269، أدي لك 269. طبعًا الجزء من 10 هو مين؟ بعد أول رقم بعد العلامة اللي هو 2، ثاني رقم بعد العلامة الجزء من 100، ثالث رقم اللي هو الجزء من 1000. وبكده يا استاذ يكون خلصنا جميع التمارين او الاسئله المتوقعه في الامتحان على الدرس الاول. وفي النهايه انا عارفك ما عملتش لايك في الفيديو، وما رحتش اشتركت في القناه، ولا علقتش باسمك. يلا اعمل ده كله، وحاول ان انت تشير الفيديو في الجروبات واتساب، وحاول ان اسيب لك رابط التليجرام في صندوق الوصف. في النهايه اوعوا تنسوا تدعوا الوالد الله يرحمه، واوعوا تنسوني، عارف هتنسوني، ما تدعوليش. انا عماد يسري، السلام عليكم.